اليوم نحن في لحظة جد مؤثرة، لحظة فراق مناضل عزيز تدرج في كل هياكل الحزب وتميز في كل محطاته كمسؤول عن الطلبة الاستقلاليين وكمسؤول عن الشبيبة الاستقلالية وكرئيس المجلس البلدي وكبرلماني وكسفير وكوزير، فقد كان يتمتع رحمه الله بكاريزما كبيرة وقوية، كان معروفا بدفاعه المستميت والشرس عن مواقفه ولا سيما المواقف الاستقلالية، كان ثابت الرأي، كان مناضلا صلبا لا يتجاوز بسهولة، كان رحمه الله يتمتع بشخصية قوية طبعا، وهو سليل الحركة الوطنية وكان ابن مقاوم وتدرج إلى جانب القادة والزعماء السياسيين آنذاك. إذن نحن الآن نفقد رقما حقيقيا في حزب الاستقلال ومناضلا عزيزا ودبلوماسيا رائعا ووزيرا قويا. إذن نحن شخصية متعددة القوة والحضور والكاريزما، رحمه الله وتقبل له بقبوله الحسن وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد الوفا استقى قوته ومواقفه الثابتة، أنه ابن مقاوم وأنه تربى في أحضان الحركة الوطنية وجايل قياديين العلة الفاسيس محمد بوستا إلى غير ذلك، وعاش لحظات تاريخية مفصلية في المغرب. إذن هذه الجرأة كانت مزيج من التجارب ومن وكذلك من القدرات الشخصية التي وهبه الله إياها. إذن كان متميزا بمواقفه النضالية والثابتة، لا كمناضل، كعضو مجلس وطني، كعضو لجنة تنفيذية، كوزير، كسفير، كأين محل وارتحل، فهو معروف بنقيضين، الشجاعة ثم كذلك الشراسة في الدفاع عن الموقف، وفي نفس الوقت يوزع النكت والابتسامات ويحاول أن يأخذ الطاقة السلبية بابتسامته العريضة رحمه الله. ما تنساوش تابوناو لاشين بناصا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.